اي حاجه، ويب سايت اتش تي تي بي، طبعا عاملين انفاليد فورمات والكلام ده كله عاملينه اتش تي تي بي. اكبر لكم بس عشان تبقوا شايفين ال تين شرطه شرطه www. الايميل اسمه ايه؟ علي at الايمان.com. كاير الكويتشن what is your job؟ ما هي وظيفتك؟ بي ام. يوزر نيم علي، الباسورد 123، باسورد 123، وادوس على ريجستر. دوس على ريجستر، قال لي هنفذ الاد دلوقتي على فكره. قلت له واحده واحده كده، انا عايز اشوف الام دي بقى فيها ايه. لو وقفت على الام دي كده فتحتها، قال لي اهي فيها ده. شايفينه ولا مش شايفينه؟ مش شايفين. بص على الام دي كده، لما وقفت عليها قال لي ده اللي فيها دلوقتي. افتحها كده اهو، قال لي فيها دلوقتي الادرس 15 السلام، الانسر بي ام، السيتي كايرو، الكمباني الايمان، ايميل علي ات الايمان دوت كوم، علي عبد الله 123، رقم التليفون، الكويتشن، اليوزر نيم، الباسورد قبل ما يبعت. يعني انا متاكد ان البيانات مبعوته ايه، صح ولا ايه؟ مبعوته تمام. قال لي دلوقتي هنفذ ام دوت اد. هو اصلا جد الكلاس الممبر في اد؟ كلاس الممبر في اد؟ في حاجه اسمها اد؟ لا. ده وارث الاد من المين تيبل، يعني المفروض يبعتنا عند مين؟ عند المين تيبل، لان المين تيبل هو اللي فيه الاد. هقول له ده كده اف كام؟ اف 11. قال لي وقت اوديك عند الاد. قلت له الاد دي وريني كده فوق، هي فين الاد دلوقتي؟ دخلنا على مين؟ على المين تيبل الاساسي، لان هو اللي فيه الاد. قال لي انا هنفذ الاد دلوقتي. على فكره انت باعت بارامترز، البارامترز المرسله دلوقتي هي مين؟ هي القيم اللي احنا بعتنا لها، اللي هي الام دي، اللي هي الام دي. البارامترز دلوقتي المرسله هي ايه؟ هي الادرس والانسر اللي هي القيم البيانات. خلاص. قال لي الوقت انا هروح على مين؟ على لود داتا اهو. قال لي هنفذ لود داتا، هبعت حرف الايه وابعت البارامتر اللي هي البيانات بتاعتك كما هي. هيقوم رايح على لود داتا. لود داتا فين؟ جوه ممبر بس فيرشوال، بس ايه يعني وهميه، اي كلام. المفروض تردني لمين؟ للاساسي. تردني للاساسي. لو رحت دلوقتي كده على لود داتا دي دوس اف 11، انبعتني على لود داتا اللي جوه مين؟ اللي جوه مين؟ اللي جوه الممبر. ما بعتنيش على اللود داتا اللي جوه مين؟ اللي جوه مين؟ اللي جوه المين تيبل، لان المين تيبل جواها اللود داتا مالها فيرشوال. اي كلام يعني. موجوده بس كده، لكن الاساس جوه مين؟ جوه الممبر. فراح عند الممبر. فراح عند مين؟ عند الممبر. هيجي هنا عند الممبر. اف 11. قال لي البارا، قلت له ايوه البارا مالها بقى؟ فتحها، ادي البارا وادي القيم اللي فيها. اما تايب اوف اوبريشن مبعوثها يمين. حرف الايه؟ كمبوت حرف الايه. طيب حلو قوي. قلت له دي الدي، هياخد البارا يحولها الى دي، فتصبح الدي دلوقتي هي بالنسبه لنا هي مين؟ هي اللي شايله البيانات كلها اف 11. قال لي هو اعمل كمان سورتد ليست. سورتد ليست عارفين شكلها احنا الطبيعي، اللي هو شكلها اصلا في الذاكره، بس مش كده بقى، عايزين نحط احنا قبل دي ايه؟ ات، صح؟ عشان يبقى اسم البارامتر والقيمه بتاعته. ات اسم البارامتر والقيمه بتاعته. قال لي ماشي. هتعمل ايه؟ قال لي هخلي الات تشيك تاخد تايب اوف اوبريشن، تاخد تايب اوف اوبريشن. تايب اوف اوبريشن كام؟ ايه؟ فياخد حرف الايه عشان يبعت الستور بروسيجر، فيفهم ان ده ايه؟ يفهم ان ده ايه؟ كلام جميل. وبعد كده اضيف مين؟ الكمباني. وها ها 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 ضفوا. اصبحت السورتد ليست في الذاكره شكلها عامل ازاي؟ كاونت 11، لو جيت فتحتها اهي. صح ولا ايه؟ ات ادريس وادي الادريس، ات انسر وادي الانسر، ات تشيك وادي التشيك، بالظبط زي ما كنا راسمينها في الوورد. خلاص كده؟ ادي القيم اهي، اسم البارامتر وقيمته، اسم البارامتر وقيمته، اسم البارامتر وقيمته، اسم البارامتر وقيمته. خلاص كده؟ هيقوم بعتهم لمين؟ لدي بي دوت اكزكيوت. دي بي دوت اكزكيوت كانت عايزه اول حاجه لو تفتكر، كانت عايزه اسم الايه؟
الستورد بروسيجر، واسم الستورد بروسيجر كان اسمه مانج ممبر، كان اسمه ايه؟ مانج ممبر. وعايزه السورتد ليست، بعت لها السورتد ليست فيها 11 قيم، هيروح على الاكزيكيوت اللي جوه مين؟ جوه كلاس اسمه دي بي، اللي جوه كلاس اللي اسمه ايه؟ دي بي. لو دوست كده اف 11 انقلني على الاكزيكيوت اللي جوه كلاس اسمه دي بي، روح كده شوف ادي كلاس اللي اسمه ايه؟ دي بي. راح عند مين؟ راح على مين؟ راح على الميثود اللي اسمها ايه؟ اكزيكيوت. خلاص كده راح على اكزيكيوت اهي. قال لي هعمل الكونكشن دلوقتي، قلت له اعمله. قال لي هعمل الكوماند، قلت له اعمله. هعمل الكوماند تايب، قلت له ماشي شغال. هيضرب يبقى في ايرور؟ لا نزل تحت ما ضربش. قال لي لو كان في اي بارامتر في الكوماند هشيلها، لان احتمال يكون انا شغال، يعني احتمال يكون انا ايه يعني عمال ابعت اد، اعمل ابديت، اعمل ديليت، عمال ادي له قيم وابعت له قيم، فلو كان في اي حاجه قديمه ايه يمسح. فاقول له سي ام دي دوت بارامترز دوت كلير، فهيمسح القيم. قلت له امسحها. هيجي هنا هيعمل عداد الاكس بالزيرو والبارامترز اللي هي سورتد ليست دوت كاونت. طب ايه عددهم كام؟ كان 11. يبقى هيلف من الصفر لغايه اقل من 11. لغايه اقل من 11 هم 11. يبقى من صفر ل 10. يبقى هو ما يبدا من الصفر واقل من 11، وكل مره هيزيد بايه؟ واحد. وكل مره يضيف ياخد البارامترز دوت جيت كي رقم اكس، فيجيب لك اول واحده اللي هي مين؟ لو انا مش فاكر، لو افتح البارامترز كده رقم اكس اللي هي دي ادرس، فياخد ادرس. وبعد كده يجيب دي جيت كي. اما الثانيه اللي بعديها اللي هي جيت باي اندكس، البارامترز دوت جيت باي اندكس اللي هيجيب لك مين؟ اللي هيجيب لك ليه 15 السلام، فياخد الاثنين. واللي بعديهم ياخد مين؟ ياخد الاثنين اللي بعديهم. واللي بعديهم ياخد الاثنين اللي ايه؟ اللي بعديهم. وبعدين ياخد الاثنين اللي بعديهم، ياخد الاثنين بعديهم لغايه ما يعبي دول للداتابيز، ويقوم منفذ الايه؟ منفذ الامر. منفذ مين؟ الامر. اهو هي هدوس اف 11، قال لي انا هخش دلوقتي. ادي اول واحد، الثاني، الثالث، الرابع، الثامن، التاسع، عاشر. خلاص اخر واحد ده 11. ايه؟ انا بعد غلط ولا ايه؟ ايه؟ عدت غلط؟ عدت نور كامل. ايه؟ مش هقول كده. نعم؟ ايه؟ في 11 يعني انزل لي خطوة واحدة بس. انزل لي خطوة. ايه؟ لا ال 11 مش هنفذها. انه اقل من 11. هياخد من 0 ل 10 اللي هم عددهم كام؟ 11. بس مش هياخد رقم 11. هياخد من 0 ل 10 اللي هم 11 واحد. هيلف 11 لفه. المهم فتح الداتابيز وعدى. ودلوقتي واقف بيقول لي انا هعمل اكزيكيوت نال كويري، هنفذ الامر. هو دلوقتي هينفذ الامر. لو انت عايز تتفرج على اي حاجه ممكن تخش على السي ام دي، تفتح السي ام دي كده هتلاقي حاجات جواها كتير قوي كده. لو دخلت دورت على البارامترز، ادي البارامترز اهي صح؟ حبيت تبص على عددهم، عددهم كام؟ شايفين؟ 11. عايز تبص عليهم خش على الستاتيك ممبرز. بارامترز هتعقل انا لما القطهم بس، فمش مهم دلوقتي عشان كل هزه ماوس وانا مكبر التكبيره دي مش هعرف. اوكي خلاص. قال لي دلوقتي انا هعمل سي ام دي دوت اكزكيوت نان كويري. سي ام دي ادي البارامترز اللي موجوده عندك، ده عباره عن كوليكشن، عباره عن كوليكشن. عددهم كام؟ عددهم 11. لو دخلت على الايتمز اهم هم دول من صفر لكام؟ صفر 10. هم دول كل ده عمال اوريك ايه اللي بيحصل في الذاكره، اللي بيحصل في الذاكره بالظبط، اللي بيحصل في الذاكره ايه بالظبط. المهم شكلهم جاهزين، يعني انا هدوس كده واشوف اللي هيحصل ايه. يعني هدوس اف 11 ضرب. بيقول لي كانوت انسرت ذا فاليو نل انتو ذا كولوم ايميل.
واداني المسار